ورجعنا لكم بعد الفاصل مع مرشحة الغلابة. النهاردة احنا أول مرة نجيب في البرنامج سيدة. بصراحة هو تواصلوا معايا ناس كتير الفترة اللي فاتت، من حوالي أسبوع، بقالهم أسبوع بيكلموني يا أستاذة تسنيم احنا عايزين مرشحة معينة. احنا قبل كده جبنا بس كانت مرشحين رجال، فانا اتبسطت قوي لما لقيتهم كل اهل الدايره اللي هم كتير جدا هقولهم دلوقتي طالبين المرشحه دي بالذات. يشرفني النهارده ان انا معايا الاستاذه سميره زهران. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك، ميرسي جدا، انا بشكر طبعا. منورانا حضرتك استاذه سميره عن دايره النزهه، وحضرتك يعني القاهره الجديده بتشمل مدينتي ورحاب وبدر، وحضرتك او بتشمل التجمع الاول والثالث والخامس والشروق وبدر. انا عايزه اقول لحضرتك انت منورانا، ربنا يخليكي، ميرسي. انا بشكر بصراحه اداره القناه، بصراحه تحفه يعني، وبشكر قناه الصحه والجمال، وبشكر مقدمه البرنامج طاقه ايجابيه استاذه تسنيم، بصراحه حاجه رائعه. واود ان يعني ان اشكر القائد العظيم طبعا، رئيسنا الجميل الخلوق المحترم رئيس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو قائد بصراحه بمعنى الكلمه، يعني انا فخوره جدا ان احنا يعني وجدنا رئيس قلما نجده. بصراحه عمل حاجات في البلد كويسه جدا، انا شايفه ان الدوله ماشيه كويس جدا وفي تقدم، وعايزين شويه صبر صغيرين هنبقى يعني قطع من اوروبا ان شاء الله. هو عمل اصلاح اقتصادي في البلد، خلى طبقه وصين، وقال ان العامل هتوصل له كل حاجته قريبا ان شاء الله، هيبقى يعني واصل لحاجه درجه عاليه جدا. وانا شايفه ان هو يعني احنا يعني نفسنا نعمل تشريع يعني بنيه تشريعيه عشان خاطر حضرتك نعمل ايه عداله اجتماعيه توصل لكل مواطن. بصراحه دي الحاجه اللي احنا يعني ان شاء الله من خلال مجلس النواب ان شاء الله نوصل لها باذن الله. باذن الله احنا كلنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانا عارفه ان حضرتك كمان، انا عارفاكي بصفه شخصيه ان حضرتك من محبين استاذه انتصار. السيده الفاضله طبعا انا بقتدي واحتذي بيها، السيده انتصار السيسي بصراحه يعني فخر لينا كلنا بصراحه، وانا شايفاها يعني من مدعمين المرأة بصراحة، وشايفة أنها قيادة برضه حكيمة للمرأة ونموذج مشرف لينا كلنا بصراحة نحتذي بيه. نحب بس نبتدي أول حاجة كده، أنا عايزة تعرفي الجمهور مين هي أستاذة سميرة زهران. ماشي، أنا سميرة زهران صف أول لممثل العاملين في الاتصالات، فهو صف أول لممثل العاملين، وممثل العاملين واحد من سبعة من الإدارة العليا في الشركة، وأنا بتبعه يعني خلفه في الصف الأول. وحضرتك أنا أمينة المرأة على مستوى الاتصالات يعني، وحضرتك أنا رئيس نقابة وعضو سكرتارية اتحاد عمال مصر، وأصلا يعني أنا عملت فعاليات كتيرة جدا طبعا من خلال نقابة الاتصالات واتحاد عمال مصر، ونزلت طبعا في فعاليات في حزب مستقبل وطن برضو، فيعني ما فيش فعاليه بصراحه اتاخرت عنها، مع ان هيك صغيره على الكلام ده كله. يعني انا شايفه التايتل بتاع حضرتك يعني مالي الورق عندي بصراحه، مالي السكريبت، حضرتك صغيره جدا على الكلام ده. ربنا يخليك. فانت كنت بتجيبي وقت منين تعملي كل أنا ده؟ انا بصراحه انا شايفه ان يعني عاشقة لمصر. انا بحب وطني جدا جدا مصر، وبفتخر كمان بقائدها الرئيس السيسي، فاحنا كلنا لازم نعمل تحت قيادته الحكيمه بصراحه ونساعده، لان هو بيعمل كتير. انا كواحده مثلا تحتي جزء صغير مثلا من النقابه او حاجه مثلا كلجنه نقابيه مثلا، انا يعني هو انا بقول هو ازاي الشخصيه العظيمه دي قادره تقود بلد بجيشها بشرطتها بشعبها. يعني هو اصلح الاقتصاد فعلا، وعمل بنيه تحتيه انا بفتخر بيها. انا بنزل في الكباري بتاعت مصر الجديده في كذا مكان، بشوف قد ايه هو ساهم فعلا في نمو البلد. يعني فعلا في طرق في مصر الجديده كانت عشان نعدي من مكان ده، من ميدان ده للميدان ده، كنا بناخد مثلا ساعه الا ربع. دلوقتي بقينا في هو كوبري صغير، حتى انا ساعات مره كنت طالعة الكوبري ده مش مصدقه ان انا خلاص نازله في الميدان التاني. فدي حاجه جميله جدا. لا هو عمل لنا حاجات كتيره جدا، فاحنا بصراحه ان احنا يعني فخورين بمثل هذا الرجل بصراحه. أكيد. هو قائد. انا عايزه اعرف بقى ستات كده مع بعض،
انت عملتي ايه او ايه اللي عملتيه خليتي كميه الرسائل اللي جات لي والناس اللي طلبت فعلا عايزين استاذه سميره زهران تكون هي نائب للغلابه في الاهل في الدايره بتاعتك، مع ان يعني في قصاد حضرتك اكيد ناس برضو طبعاً يعني كلهم قامه ومقام، لا بس حضرتك مطلب جماهيري فعلا. ربنا يخليك، يعني ما شفتيش الرسائل اللي جات لي عايزين حضرتك، فانا عايزه اعرف انت ممكن تقولي مثلا على الهواء انا البرنامج الانتخابي بتاعي. انا اولا بشكر القياده السياسيه طبعا انها ادت حضرتك ادت تمكين للمراه بنسبه 25% كوتا للمراه، ودي حاجه يعني فكتر الف خيرهم بصراحه، ساعدوا المراه لان المراه هي يعني هي ميزانيه البيت اولا، وهي فعلا بتنزل للشارع وبتشتغل وبتودي ابنها مثلا المدرسه وبترجع تعمل الغدا في البيت وبتذاكر للاولاد. اعظم امراه هي المراه العظيمه بصراحه، المراه المصريه بصراحه انا شايفه ان هي فعلا انا مدعمه المراه اول حاجه في برنامجي بصراحه، اولويه اولى الاهتمام بالمراه وشؤون المراه. يعني المراه وشؤون المراه بس مش عايزين نزعل بقى النص الثاني من لا الرجاله طبعا على راسنا كلهم. طب انا كسيده مثلا انا مراه معيله وجيت لحضرتك ان شاء الله بعد ما تبقي عضو مجلس الشعب يا استاذه سميره، انا مثلا جوزي مرتبه على قده ودخلنا بسيط، تقدري تعملي لي ايه بحيث ان انت توفري لي سوري توفري لي حتى فرصه عمل في البيت لو انا مش قادره اخرج عن طريق بتبقى فيها حضرتك بنعمل اجتماعية. هو بيبقى فيه احنا عايزين نعمل توسع في الاهتمام بالمرأة المعيلة. التوسع صح. يشمل بقى كل حاجاتها، لان احنا عندنا مرأة معيلة شملناها في جزء لم يشمل حتى الان، فبالتالي التوسع سوف يشمل جميع المعيلات، والمرأة المعيلة هي جزء من المجتمع ونشملها عن طريق حضرتك وزارة التضامن الاجتماعي طبعا ونشملها عن طريق. بس يعني انا اصلا دخلت الموضوع ده وشفته، بيبقى لو انا عايز اخد كارد حسن من شؤون اجتماعيه طبعا بيبقى له اجراءات صعبه جدا. فبروح انا مضطره عامله ايه يعني كست معيله وعايزه تصرف على اولادها، تروح تاخد كارد من البنك تلاقي انت عارفه قروض البنوك فوائد مركبه وتلاقي نفسها بعد سنتين في السجن اللي هو مش قادره تدفع الكارد طبعا هتبقى غريمه بعد احنا عايزين لا بتبقى لو هي مش قادره تدفع ممكن ما تقدرش تدفع لان البنوك انت عارفه حضرتك انها الفوائد ده مركبه طبعا. يعني لو خدت 5000 جنيه عشان اعمل بيهم مشروع صغير هلاقي نفسي بسدهم 30000. لا طبعا طبعا فالموضوع ده مهم جدا ويتنفذ عملي ما يتكتبش في الشؤون الاجتماعيه قروض للمراه، اجي اقدم الاقيهم جايبين لي لست قد كده اكيد الحاجات دي طبعا وهاتي ضامن وضامن تاني. طب انا مين دلوقتي هيروح يضمن ان شاء الله من خلال ان شاء الله الموضوع ده يا ريت حضرتك فعلا تحطيه بالاعتبار، وانا عارفه ان شاء الله حاطينه في البرنامج بتاعنا وعاملين جمعيات خيريه عشان تشملهم برضه. حضرتك ان انت عامله الحاجات دي باذن الله نشملهم بكل رعايه باذن الله تحت قياده رئيسنا السيد الرئيس عبد الفتاح بك السيسي كتر خيره والسيدة انتصار السيسي كل الدعم والشكر ليهم. يعني بعد كده انا عامله برضه من ضمن برنامجي الاهتمام بالشباب، والشباب هم عنصر اساسي من عناصر الدوله بصراحه، هم يعني احنا عايزين نساعدهم في ان احنا وانا بنعمل محليات يبقى هم معانا بيساعدونا في القوانين اللي بتتعمل مثلا لصالح المحليات، اعداد كوادر شابه ونديهم يعني نحفزهم ونصنع منهم قيادات داخل الاداره المحليه داخل المحليات. معانا مداخله تليفونيه استاذه دينا الباز، اهلا وسهلا استاذه دينا. استاذه دينا مع حضرتك. مساء الخير استاذه تشرين. مساء الخير استاذه سميره زهران. من فضلك مساء الخير يا فندم. الصوت بعيد. الو ايوه استاذه دينا ازاي حضرتك؟ استاذه دينا الباز ازاي؟ معاكي دينا الباز اعلاميه. اهلا وسهلا حضرتك. انا يعني بكلم بالنسبه للاستاذه سميره ان شاء الله ربنا يوفقها. امين يا رب. وربنا ان شاء الله يكتب لها التوفيق والنجاح. وانا كنت بس عايزه اوصل رساله صغيره كده. اتفضلي. ان هو ان احنا اهم حاجه في المجتمع دلوقتي ان احنا نهتم بالتعليم. احنا بنسن قوانين كتير ومجلس الشعب بيسن قوانين لمنع التحرش وتجريم الاغتصاب وتغليظ العقوبات، لكن احنا كده بنحل ايه المشكله ما بنحلش اصل المشكله. اصل المشكله هو الاهمال في التعليم. طبعا الدوله بتبذل في الوقت الحالي اقصى مجهودها
في ان هي تعمل اصلاح في جميع الجوانب من ضمن الاصلاحات اللي بتعملها الاصلاح التعليمي، بس للاسف هو من اولوياتها بس مش من اهم الاولويات في الوقت الحالي، وده انا مش شايفاه مش صح، لان النمو الاقتصادي والنهضه الاقتصاديه مش هتبقى غير ببناء الانسان واخلاقه، وحوادث الاغتصاب وحوادث التحرش وكل ده مش هيتبنى بتغليظ العقوبات، هيتبنى بالتعليم، طفره في مجال التعليم فعلا. فارجو من الاستاذه سميره زاهر ان شاء الله ربنا يكتب لها نصيب وتبقى في يعني عضو في مجلس النواب، انها توصل الرساله دي ان التعليم هو اهم شيء، اهم من الصناعه واهم من اي حاجه، لان يعني احنا مهما عملنا مشروعات ومهما عملنا حاجه لو في جهل خلاص الانسان نفسه، الانسان نفسه المصري ما تبناش شخصيته صح كل ده هيروح، لان هو اللي هيحافظ على الحاجات دي. اذا ما كناش نرجع تاني نزرع قيم ومبادئ في اولادنا في المدارس، المدرسه ثم المدرسه ثم المدرسه. تمام. وطبعا المدرس لازم تتحسن اوضاعه، ولازم تبقى مدرسه كليه التربيه دي كليه قمه، مش كليه عاديه اللي ما عندهاش مجموعه يدخلها. هو احنا هنعمل اصلا حلقه على التعليم وحق المدرس المهان بصراحه. انا بقول حق المدرس مهان بالظبط. لازم كليه التربيه تبقى من كليات القمه، لازم مجموعه كبيره، لازم يتم الكشف النفسي على اللي يخشها عشان المدرس. غير يا استاذه دينا، غير كليه التربيه، انا بتكلم بعد ما يبقى مدرس، المعامله اللي بيتعامل بيها المدرس دلوقتي غير ادميه هي بصراحة. شاكرة بتقوم بمجهودات عظيمة. أيوة. ولكن وحطي تحت لكن دي 100 خط، في حاجات يعني لازم نبتدي بيها قبل المدرسة نفسها. احنا لازم نبتدي بالمدرس، لازم نبتدي بالمناهج، لازم نبتدي بكيفية توصيل المادة التعليمية، كيفية توصيل الأسلوب التربوي. ده كله يا أستاذة دينا، أهم من المدرسة. كلام حضرتك صح ويعني يحترم، بس انا بتكلم برضو ان كل ده لما نرفع من شأن المعلم. انا كمعلم عمري ما هيكون هقدر اربي جيل كويس غير وانا حاسس بقيمتي في المجتمع. بصي حضرتك، احنا دلوقتي مثلا احنا بنيجي مثلا في فئه القضاه والمستشارين الدوله، وده صح طبعا ان هي بتكون دخلهم بيكون عالي. أيوة. علشان نضمن نزاهتهم. المعلم هو اللي عامل هو المعلم والقاضي لما تكون عن تربيه اجيال، فاهماني؟ صح. هو المعلم هو اللي عمل القاضي والمستشار والدكتور. هو اللي بيعمل القاضي والمستشار والمهندس، هو ده الاساس، ده اللي لازم يبقى دخله يكفيه زياده، ده اللي لازم يعيش عيشه كريمه، ده لازم تكون كل ده عشان يقدر يدي، عشان يقدر، لازم يبقى ليه امتيازات، لازم يبقى مكرم في المجتمع. صح. لازم يبقى كل ليه وضعه. احنا بنشكر حضرتك جدا. ودي اهم من اي مشروعات تتعمل، ان احنا نعمل كيان حقيقي للمعلمين، ونعمل عشان كيان يعرفوا حقيقي، عشان يعرفوا يربوا، عشان يعرفوا يربوا جيل صح. في دول احنا ما كناش نسمع عنها اصلا على خريطه العالم، اصبحت من اكبر الدول الصناعيه دلوقتي عشان ركزت لمده جيلين فقط في التعليم. صح. فقط لا غير. صح. فهو التعليم ثم التعليم ثم التعليم، واي حاجه تيجي بعد دي. وشكرا وبالتوفيق ان شاء الله للاستاذه سميره، ان شاء الله. جدا شكرا جدا بالمداخله دي، وشكرا للاستاذه نسيم. احنا سعداء جدا بيكي يا استاذه دينا. ميرسي يا استاذه دينا. ميرسي يا استاذه دينا البايز، متشكرين جدا. ميرسي. هو انا قبل ما ادخل مداخله مع حضرتك، يعني انا بما اننا دخلنا في التعليم، انا بحيي مديره المدرسه وبعتذر لها بالنيابه عن الشعب المصري كله عن الموقف اللي حصل لها، اللي كلنا تابعناه على الفيسبوك. اهانه المعلم ممنوعه اهانه المعلم مهما كان. في حاجه اسمها تحقيق. انا اخد المعلم في مكتب احقق معاه، لكن انا ما اعملش كده على الهوا. انا كطالب ان انا ما الاقي المعلم بتاعي اتهان، فتحياتنا استاذ دينا. ما يقدرش يسيطر بعد كده. اتفضلي حضرتك. فانا حاطه ضمن البرنامج بتاعي برضه زياده البدلات النقديه لبعض الفئات، اللي هي زي حضرتك الفئات العلميه، الكوادر العلميه، زي اطباء لسه خريجي طب. زياده الكوادر، زياده البدلات النقديه للكوادر العلميه، لانها تبقى حاجات بسيطه. هي حاجات بسيطه، بس احنا يعني مثلا هي بتبقى اصلا حاجات بسيطه الجامعه بياخدوها صغيره. اساتذه الجامعه بصراحه يعني بيضطروا مثلا هو بيساعدوا نفسهم بمجهود
فردي وجهد زياده ومجهود فردي، بانهم يدوا في جامعات خاصه زياده عشان يوفروا نفسهم ده، او دروس وحاجات كده. فنلاقي مثلا المدرس نقعده بيلجا للدرس عشان يدي دروس عشان خاطر يزود برضه البدل، فمش هيشرح في الدرس زي ما هو جوه المدرسه. والتاني يقول اطباء برضه خريج الطب. يعني لو بالنسبه للمدرس فالبدلات لما حضرتك تقدري ان انت تزودها له وكده كده كل الكفاءه اللي عنده جوه ايوه هو يدي برضه الكفاءه بتاعته، مش هيحتاجوا يعملوا مثلا حاجه بارت تايم بعد في المدرسه بعد الكلاس او هيعملوا حاجه اقل وقتها اقل. هيبقى حاجه مش يعني الحاجات الاساسيه. الاطباء طبعا اللي هم انقذونا في كورونا وكده، وشكرا لرئيس السيسي بصراحه ولوزاره الصحه على اللي عملوه مثلا. واحنا فعلا احنا اقل نسبه حصلت عندنا بصراحه، احنا الدول اتبهدلت بالقياده برضه الحكيمه بتاعت رئيسنا يعني سياده الرئيس السيسي، فخامته بصراحه ساعدنا جدا. يعني احنا ما وصلناش للمراحل بتاعت الدول المتطوره الاجنبيه اللي هم عندهم درجه نظافه كبيره جدا. احنا يعني على عدينا وربنا شوفي يعني ربنا كريم بصراحه. الحمد لله الحمد لله فعلا مر بحاجات كتير مش هتيجي علينا الكورونا يعني. الحمد لله. انا عايزه هيك قبل ما ندخل الهوا كنت قلتي لي في حاجه كده هتعمليها للعمال. احنا العمال بصراحه عندنا في الشركه بصراحه بيبقى لهم مثلا بعض الطلبات بتاعتهم. احنا مثلا يعني احنا المفروض ان احنا كعمال مثلا تحت نقابه الاتصالات المفروض في نسبه صغيره كان المفروض تدخل حتى في مجلس النواب المره دي، فهم لم يحظوا بيها. فان شاء الله حضرتك برضو بتمثليهم. انا بمثلهم فانا يعني عندي امل، فهم كلهم عاملين املهم عليا. اغلبيه لسه زي ما اغلبيه الناس اللي تواصلوا معايا كانوا عمال عند حضرتك. ايوه العمال يعني والفلاحين دول نسبه كبيره جدا، ويعني يعني احنا مبادره نائب الغلابه، فاحنا عايزين الناس اللي هي تقدر تساعد رئيسنا هم بصراحه ويعني تقدر تساعد الناس الغلابه. وانا يعني بصي انا دلوقتي الامل الوحيد قدامهم باذن الله. ان شاء الله املك في ربنا كبير باذن الله. ومدام حضرتك يعني انت كميه الناس اللي بعتت لي رسائل، انا في رسائل لحد دلوقتي ما قريتهاش، انت معايا على الهواء وفي رسائل ما قريتهاش يعني مش عايزه اقول بالميات، لان في ناس طالبينك عايزين استاذه سميره زهران. ان دلوقتي الشعب المصري بقى عنده وعي وبقى هو اللي بيختار المرشح، ما بيجيش معلش عشان كرتونه ب 50 جنيه ولا مين هاخدها، لكن هرشح اللي انا عايزه. يعني الشعب المصري دلوقتي بقى يفهم الثقافه دي. الحمد لله. هو عايز حد نائب ليه يقدر. انا كسيده عايزه الاقي بابك مفتوح، وانا كمان انا في تقريبا اهو الصوره بتاعت حضرتك. انا شفت ان دي متوزعه في كل حته، لان انا يعني عارفه المكان اللي هيك فيه. انا تقريبا من رقم التليفون يعني ده من النادر. انا حاطه رقمي فعلا ده من النادر. يعني نادر ان تلاقي عضو مجلس الشعب او مرشح لمجلس النواب حاطط رقمه. بصراحه استاذه سميره بترد على اي حد، يعني اي حد بيتصل بيها بترد عليه في ساعتها. فباذن الله تبقي كده ان شاء الله. انا واثقه انها هتبقي كده بعد ما لا انا مكمله، انا نازله عشان الناس. انا من واحده من الناس ونازله عشان الناس. الناس عايزاك. مش عايز حاجه تانية غير يعني ان انا اخدم بلدي، وفي ظل قياده رئيسنا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد المحترم الخلوق ورعايه زوجه الفاضله السيده انتصار. قبل بقى ما نختم انا برنامج طاقه ايجابيه، انا عايزه اعرف حاجه دي فضل. لازم اسال فيها الضيف تحت القدوه الحسنه اللي في حياتك اللي وصلتك ان حضرتك اتخرجتي من الجامعه. ما استكفيتيش بان انت اتخرجتي من الجامعه وقعدتي، انت عملتي حاجات. انا التايتل عندي مليان مش عارفه اقول ايه ولا ايه، فانا عايزه اعرف مين القدوه الحسنه اللي دعمتك لحد ما وصلتي للمكان ده، وان شاء الله باذن الله هتوصلي لمجلس النواب واعلى من كده. انا بصراحه مامتي بصراحه يعني ربنا يديها الصحه رب ويخليها لنا. كلميها بقى على الهواء قولي لها كلمه. الكاميرا معاكي. يعني انت لازم تشكري الست الجميله العظيمه. انا بشكر مامتي جدا من كل قلبي بصراحه، انسانه عظيمه فعلا، ويعني ربيتنا على الخلق والاحترام. ويعني والدي كان اب عظيم برضه جدا. ويعني الحمد لله هم انشأونا نشأه يعني طالعين ولاد اصول ومتربيين، ونحفظ الجميل ويعني ويعني كل الامانه. وعمرنا ما يعني ما مدينا ايدنا على قرش مش بتاعنا، فدي اعظم حاجه وصلنا لها الحمد لله. اكيد طبعا. الحمد لله. وانا بصفتي تسنيم عبيه بشكر والده استاذه سميره، بشكرها جدا لانها فعلا ربت سيده فاضله، وان شاء الله هيبقى وشي حلو عليها يا رب وباذن الله هتبقى احسن مرشحه
مجلس نواب ونائبه للغلابه باذن الله. ربنا يخليك يا استاذه تنيم، احنا مستنيين يعني القياده السياسيه تديك كوته المراه 25%. ان شاء الله حضرتك مستنيين راي الشعب باذن الله. باذن الله ان شاء الله. لا انا واثقه باذن الله في ربنا ثم في الشعب اللي فعلا بقى عنده وعي دلوقتي يعرف يختار صح. امنا ما بيختارش تحت اي تعرفين قصدي ايه. فان شاء الله استاذه سميره موفقه باذن الله. إن شاء الله. وان شاء الله وش برنامج طاقه ايجابيه حلو عليكي. ان شاء الله. ونستضيفك باذن الله لما تفوزي. باذن الله. ان شاء الله. الله طبعا ونصور معاكي كمان. ده انا شرف ليا. ربنا يخليكي. نورتينا وربنا يولي من يصلح ان شاء الله. يا ربنا يخليك. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين انا ابتديت الحلقه النهارده بشويه طاقه سلبيه بس الحمد لله نهيناها بطاقه ايجابيه. سيده جميله، سيده فاضله، نازله يعني من جيبها الخاص بتصرف عشان خاطر عايز تعمل حاجه للغلابه، عايز تعمل حاجه للعمال اللي تحت قيادتها، عايز تعمل حاجه للستات اللي هي بتشوفها بعينيهم مش عارفين يجيبوا دخل يومي. فباذن الله باذن الله الخير وفي وفي امتي الى يوم القيامه. وسعيده بيكم وان شاء الله اتمنى ان انا اكون كنت ضيفه خفيفه عليكم النهارده. السلام عليكم. Thank you.